مدونم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الآن تشاهدون باصاتنا الفي آي بي إلى من مهران إلى قوم، باصاتنا من مهران إلى قوم. طبعا الآن قبل لا يصعدون الزوار بس نتأكد من نظافة السيارة، 10 دقائق تنظيف السيارة وبعدها الانطلاق. هاي هي سياراتنا، سيارات حديثة جدا ونظيفة، 25 نفر. أغا هذا طبعا هو السائق. كم صندلي؟ يعني 25 كرسي في اي بي. في اي بي مان؟ هاي سيارة حديثة مالتنا ان شاء الله. الان شاهدتوا فقط 10 دقائق تنظيف السيارة وبعدها ان شاء الله راح ننطلق الى مدينة قوم مقدسة. سيارة حديثة نظيفة، سيارة حديثة نظيفة في الرحلة رقم 91، واحنا كما وعدنا سيارات في اي بي رجال اعمال. شاهدنا السيارة من داخل، انا السيارة من الخارج وشاء